مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك، يا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا غريب، يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولقد مررت على منازل من أهوى، وفيض مدامعي غمر بقت تلك الدار خالية موحشة هذه الأيام. ولقد مررت على منازل من أهوى، وفيض مدامعي غمر، وسألتها لو أنها نطقت، أم كيف ينطق منزل غفر يا دار، هل لك بالرحل خبر، وأنا لمعالم خبر، أين البدور بدور سعدك يا مغنى، أين الحسين أين أبا الفايا، أين علي أين قاسم، أين تلك الوجوه المشرقة. أجابته الدار رحلوا، وأبيك بعدهم للناس تبيان ولا زبر، وأبكي اشتياقا حتى الدار تبكي على الحسين، ما من شيء إلا وبكى على الحسين. يا أبا عبد الله يا ابن الزهراء، وأبكي اشتياقا كلما ذكروا، وأخو الغرام يهيجه الذكر، وأنا الغريب غريب الدار عن وطني، وعلى اغترابي ينقضي العمر، يا واقفا في الدار مفتكرا مهلا مهلا، فقد أودى بي الفكر، إن تمسي مكتئبا لبينهم فعقيب كل كآبة
وزرو هلا صبرت على مصابهم. وين الصبر يا أبا عبد الله؟ ماكو صبر يا حسين. نعم إلا دموع عليك يا ابن الزهراء. هنيئا لمن يبكي على الحسين. آخ واجعل رزقك في الحسين، ففي رزق ابن فاطمة لك الأجر. هذا إعرابي يمر على دار الحسين، كأنما يسأل تلك الدار تجيبه الدار، تقول رحلوا. هذا أعرابي وافد قاصد الحسين، في كل سنة يطرق الباب يقصد الحسين، يقول شعرا في الحسين: أنت حسين وفي الصعاب حسن، بعتك نظم له القبول ثمن، غيرك من يمنح الرجاء بمن. ما خاب ما خاب من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة. وإذا بالحسين ينادي: يا قنبر، كم بقى لنا من مال الحجاز؟ قال: سيدي 4000 دينار. قال: هاتها. ونزع الحسين عباءته ولفها بتلك العباءة وقال: خذها وإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. بكى الأعرابي، سأله الحسين: أخ العراب لم تبكي؟ هل استقللت العطية؟ عذرنا ذا عطيتنا قليلة. قال: لا يا أبا عبد الله، أبكي عليك يا حسين، أبكي على هذا الجود، أبكي على هذين الكفين السخيين، كيف يغطوهم التراب؟ قال له الحسين: كل من عليها فان. ومضى الأعرابي وجاء على عادته، وإذا بذاك الباب العريض مقلوق. الله أكبر. طرق الباب، كل مرة يجي يصيح: حسين، أنت حسين وفي الصعاب حسن، ويستقبل الحسين وينطيه، لكن هالمرة الباب مقلوق. الله أكبر. طرق الباب، وإذا بقائلة تقول: من الطارق؟ قال: سيدتي، أنتم أهل بيت، ما تقولون لمن طرق بابكم من الطارق؟ سيدتي، أنا وافد وقاصد سيدي الحسين، أنا أريد الحسين. قالت: في سفر. أين أبو الفضل العباس؟ قالت: في سفر. أين علي؟ أين قاسم؟ أين تلك الوجوه؟ قالت: أخ العرب في سفر. قال: لو أبقى يوم يومين يجي الحسين. قالت: لا والله، أبقى أسبوع، أبقى شهر، أبقى سنة يرجع الحسين. قالت: لا يرجع الحسين. قال: سيدتي، قال: سيدتي، أنا مطلوب ومحتاج وجايكم، وأنا موعد علي جيتي للحسين، يعني أرجع شقل للوادم سيدتي. قالت: انتظر أخ العرب. ذهبت مولاتي زينب وجاءت له بمال. قالت:
له نحن أهل بيت ما قصدنا قاصد ورجع خائب. قال سيدتي لا أريد المال أنا أريد مولاي الحسين. قالت ماجور ماجور يا تنشد على حسين وعتبك يا هل تعتب على البيئين. أخوي القصد تبكر بلرهين أنا عيني تصد على المجبلين ويخطر ببالي وياهم حسين كلمة لها غايب سنة اثنين وانا غايب ما يرد بالحين. قال سيدتي اخبريني ما صنع الزمان بسايدتي. تقل رد الهلك يا الوافد رد الهلك رد ردود رد الهلك يا الوافد وانصب لك عزا ونعاه. قلهم نشف وايد السيل منكم لا تجي وفاوات. الله أكبر بعد لا تجي الوافد. راح الحسين رجعت مولاتي بعد أن ذهب ذاك الإعرابي نصبت عزاء الحسين. تقل أخويا يا أخويا أخويا جيت بوافد بوافد متعن ويدق الباب. قلت له شنو انت يقل لي معتن طلاب. قلت له ان شانك لحسين وين حسين ظنك خاب. رد الهلك يا الوافد وانصب لك عزا وانعاء. عاد مولاتي اقامت العزاء بدار الحسين وما هدى لها بال دائما تقيم العزاء. لكن هذا الوافد هيج احزان زينب. نعم جاءت واجتمعت بالعلويات ونعت الحسين. يبايت القلب يا حسين محزون عليك وتهل دموع العيون وانا منحله ومغير اللون وشقل الذي عنك ينشدون. يا اخوي انا شقلهم هالغياب ويجون وانا غايب باللحد مدفون. يا انا غايب باللحيد مدفون. اخويا كل من له غياب الفون وانا غايب باللحد مدفون. هاي زينب سلام الله عليها عاشت بعد الحسين سنة وسبعة اشهر. مثل هالليالي زينب تشوف هلال عاشوراء تتذكر اخاها الحسين وتتذكر ما جرى على الحسين. تقل لي يا اخويا يا اخويا يا اخويا الدهر بي وبيك شفتك شفتك الزمان اش فرق بين اهل البيت. الله يا مصائبهم ليلة باسم الخدمة وباسمكم يا شباب اللي توفدون على مجالس الحسين. بس خلي ببالك دائما وابدا سيدي الشهداء ما محتاجين احنا محتاجين للحسين. احنا اللي نحضر هاي المجالس ونقيم العزاء احنا محتاجين لسيد الشهداء. وخلوا ببالكم يا شباب تحضر مولاتنا الزهراء ويحضرون اهل البيت. شيخ عبد الزهراء الكعبي رحمه الله خادم الحسين صاحب المقتل هو ينقل يقول طلعت من حرم سيد الشهداء كنت اقرأ المقتل يوم العاشر. يقول تلقاني رجال وقور. قال شيخنا ندعوك عندنا مجلس تقراننا. سمعوا يا شباب هذا العزاء لمن؟ العزاء لأم العزاء لمولاتنا الزهراء. احنا جايين داخلين عدها وباسمها ننعى وجايين نقدم لها تعزية. سيدتي مولاتي هالليلة باسم الخدام وتقبليها من عندنا مولاتي على قصرها وعلى قصورها.
قال له شيخنا تقرأنا مجلس؟ قال له والله تعبان وتو قارئ 3 ساعات مقتل، وبعد كانت قبلها عندي مجالس على سيد الشهداء. يقول لزميدي، قال لي شيخ أقسم عليك بضلع الزهر أتجي تقرأنا؟ يقول رحت وياه، يقول دخلت المكان وإذا كل سادة، يقول وجوه مشرقة، يقول بعد أنا تعبان جيت بالمباشر على المنبر، يقول قريت على الزهراء وقريت من الوالدة والقلب لأهفان، ودور عزبني وإن ما كان، أو إله يا ابن المات عطشان وراسي ويل بعالي الأسنان، ولعبت عليه الخيل ميدان. هنا الشيخ يقول، يقول لما قلت ودور عزبني وين ما كان، أو إله، يقسم يقول أسمع مرة تقول وولدا وحسينا ولدي قتلوك عطشانا. على كل يقولوا قريت ورفعت الصوت، ودور عزبني وين ما كان، وإله يا ابن المات عطشان وراسي ويل بعالي الأسنان، ولعبت عليه الخيل ميدان. هاي أبيات كل ما تنقرأ كأنما أول مرة نسمعها. أنا وين الواسي بدمعته على ابن اللي دي حزه ورقبته، اولاه يا ابن ما حضرته ولا غسلت جسمه ودفنته. يقسم الشيخ بالزهراء، يقول لما خلصت وطلعت، يقول هذا الرجال الشكر من عدي، قال تعرفهم اللي قريت لهم يا شيخ؟ قلت له لا والله. قال هذول من رسول الله إلى الحج المنتظر. قال وتسمس هذا الصوت اللي سمعته وولدا؟ قلت له نعم. قال هاي فاطمة حاضرة وتندب وليدها. قلت له أنت منو؟ قال أنا خادمهم، أنا خادمهم حبيب بن مظاهر. فلا بد أن تكون عندنا هاي العقيدة شباب، أن الزهراء تحضر وتقيم العزاء على الحسين. وبعد عندي كلام بس خل أقرأ لك هالبيت. زينب تنعى أخوها تقل شفتك شفتك يا أخويا الدهر بي وبيك، شفتك ومشيت ميسرة وعالتريب، شفتك يا أخويا أعظم يوم، أعظم يوم يوم الشفيت، شفتك ضربها بخيزران ابن الدعية. وويلاه أخويا ذيك الساعة صحت يا حسين العمر لا طالت أيامه، يا أخويا الشام هد حالي ودعاني اللي ألما نامه، على يزيد الرجس طبيت وراسك كان قدامه، ويضرب راسك قبالي وهاجت نار دلالي، صحت لا تضرب الوالي، عسى شلت يمينك ليش تضرب راس والينا. الله أكبر. وقامت زينب وقالت يزيد ارفع عصاك عن ثنايا الحسين، وأهم اللعين أن يضرب زينب. وإذا بيزيد يقف لزم واحد من أولاده، قال أبا لا تتكلم مع هذه المسبية ولا تضربها. قال له ويش؟ قال رأيت صاحب هذا الرأس يدير عينيه، يدير عينيه الحسين بذاك المكان بذاك الحال، يرعى عياله وأطفاله وبناته، ويجي وقال لك ليش تبكي على الحسين؟ إيش دعوة هالتطوير؟ إيش دعوة هالطين؟ إيش دعوة؟ إيش دعوة؟ إيش دعوة؟ أنت تبالغ بالنا يا ملي. الله أكبر يا عمي والله، وحق الحسين ما من شيء إلا وبكى على الحسين، بس الناس ما تبكي، حتى الحيوانات أجلكم الله بكت على الحسين، لكن أكو أصحاب قلوب قاسية ما تبكي على الحسين. هذا يكون يعيد حسابه ويا الحسين، وخلي راجع شوية نفسه. أحد الخدام أنا أعتقد هنا ناقلها، يقول
عندي مجالس في كربلاء من الصبح للظهر 15 مجلس ومن الظهر لصلاة المغرب. يقول مجالس أقرأ في كربلاء ينقل في الستينات. يقول بعدين جالي رجال قال سيد تقرأنا مجلس، قلت له ما عندي وقت أبدا. قال ورا الصلاة مباشرة تجي تصلي عدي وتقرأ مجلس تعزية على الحسين وأقسم عليك بالحسين. قلت له ما يخالف. قال بس أكو شغلة ثانية سيد. قلت له شنو؟ قال إحنا عبر الشط، عبر الشط انت تجي من بيتك تتمشى وانا اخذك بالبلم وارجعك. يقول انا شفتها شوية صعبة بس للحسين كل شيء يطيح. قلت له ما يخالف. يقول كل يوم على عادتي اجي لشفة الشط. يقول هذا الرجال ياخذني اصلي بالمباشر اقرأ ويرجعني الحق على مجالسي. يقول كل يوم من اول محرم اليوم السابع من محرم. يقول يوم ابو فاضل يقول جيت وقفت على شفة الشط. يقول هسه يجي صاحبي بعد يجي صاحبي تأخر علي. يقول صار وقت غروب قريب الاذان وهذا بعد شايفي احنا اولاد الريف هذا الوقت اللي ترجع به المواشم. تمام يا اخواني. يقول انا خليت راسي دنقت وصرت انا على الحسين يقسم. يقول هالابيات يا حسين يا حسين شو بطل ونينك اوصد لي يا بعد اختك بعينك جن حال الجرح بيني وبينك يا حسين يا ابن امي يا مذبوح عليك البكا والحزن والنوح. يقسم بالعباس. يقول وصلت اقرا على ابو فاضل يوم السابع. يقول قريت انا يا عباس انا حسين يم. يقول هاي الابيات يمك يم يمايك واختلط دمع فيض دمك. ينقل لي هذا السيد يقول يا ملا اسمع وني انين. يقول عندي يقول شلت راسي. يقول والله اجلكم والله. يقول لقيت الجمس تبكي الابقار الاغنام. يقول هاي دموعها على خدودها وتنود حتى الحيوان يبكي على الحسين. واجا وقال لك ليش هالبواكي. الله يا ابا عبد الله لك المشتكى. انا ما راي الثواب بدموعه ولا داعيك على الهجرة. انشدك بعد جمع عاشور ابكي ويمك الزهرة. حسين اسمك شعاري ومذهبي وديني وذكر مصيبتك ترتيل قراني. ما عدنا افضل منها التعزية ابدا. هذا سيد الشهداء كريم كان ولا يزال المعطاء الرؤوف الحنون اللي احنا لولا الحسين حقيقة غرقنا رحلة. الحسين منتهى الأمل ما قصده قاصد ورجع خائب. وبعد هذا مجلس الزهراء مجلس الحسين كقبة الحسين. هاي فد كلمات أنا أريد أنقلها وأختم إن شاء الله تعزية وأسألكم الدعاء. الليلة احنا قاعدين بمجلس الحسين وإن شاء الله جميع القضايا تقضى عند الحسين. والأولى نطلب من الله بحق الحسين أن يعجل لوليه الفرج لأن كفانا فتن وكفانا غزو عقائدي وغزو عسكري ومصائب مصبوبة علينا. فإحنا هالليلة نقصد هذا الكريم الحسين. شوفوا يا أخواني كان ولا يزال أبو عبد الله. أكو بعض الكلام حقيقة الناس ما تتقبله بعقولها. إيش دعوة ولا وما معقولة. بس ما دام مصدرها الحسين والله قليلة في حقه. ينقل أن شاف في زمن الحسين تمرضت أمة وما وجد لها علاج حتى قالوا له هناك طبيب مسيح وإجل هذا الطبيب وهذا الطبيب معروف. قال له يا عم علاج أمك شيء صعب ما تقدر تحصل عليه. قال له شنو؟ قال له كبد فرس. كبد فرس أشقر محجل رجليه بيض أصيل كذا هالشكل إذن هالشكل طلع. يعرفوها اللي يعني ماشيين نعم بتربية الخيال أجلكم الله. فقال هذا صعب يعني ألقاه. فواحد قال له هذا عند الحسين وراح وقصد الحسين وسلم على الحسين. قال له أبو علي أمي مريضة وأنا جايك وقالوا لي أنت باب من أبواب الله.
الحسين قال له الأمر هين كما أمرت، وقال أخذوا الجواد الفلاني وذبحوه وطلعوا الكبد والطوق، وراح للدكتور وعلى كل وقال له هذا الشكل سوي شواء، وإجا الأمه وما طابت، ومرة ثانية وثالثة يقصد الحسين. الطبيب تعجب قال له وأنت قصدت الحسين وطاك الفرس الأشقر وبعدين طاك الفرس الأبيض وطاك الفرس الأسود، شفت شيء عجيب غريب. قال له هذا الحسين، قال له من الحسين؟ قال له هذا باب من أبواب الله، هذا ابن الزهراء ابن علي. حقيقة أخواني هاي إحنا ما نتحملها، ما تشيلها عقولنا، بس ما دام مصدرها الحسين هذا، نعم الحسين أهل لذلك. بعدين هذا الطبيب قال له خذني للحسين، وإجل سلم على سيد الشهداء، قال له سيدي، وكل ما يجي للحسين الحسين يتلقاه، قال له ها لعل الطبيب أخطأ الوصفة، لأن كان يروح للطبيب قال له أمي ما طابت ما شافت، قال له أنا أخطأت الوصفة، الفرس كذا على كل. فجاب للحسين قال له عذرا يا أبا عبد الله، أنا ما لقيت علاج لهاي الأمراء، فطيت هاي الوصفة الصعبة حتى يعجز، وما يعني ما دريت أنت باب من أبواب الله. فالحسين رحب بي وقال له اجلس، ورحب بذاك المسيح. فهذا المسيح بالمباشر قال يا أبا عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن جدك رسول الله، سيدي عذرا يا ابن الزهراء. فهذا الحسين يا أخواني، الحسين باب لله كان ولا يزال. على كل فالتفت لهذا الشاب قال وأنت تحب أمك؟ قال بلى يا أبا عبد الله، وليس لي في الدنيا غيرها. قال قوموا معنا، وجل ذيك الأمرأة وجلس أدراسه، ودع الله بكلمات الله الله أعلم، فقامت وشفيت الأمرأة من ساعتها. فهذا الحسين يا أخواني تسبب حقيقة بشفاء الأمرأة، وبنعم دخول ذاك الرجال إلى الإسلام، وكلام طويل وعريض. وذاك المسيح هسه احنا ما أدري جانا جهش كل الكلام، ذاك اللي راح البغداد واحترضوا سلابة وأخذوا متاعة، أخذوا فرس كذا كذا، ضربوا وقع جريح، وبعدين مر زعيم قبيلة وقال شيلوا هذا الرجال، أخذوا الحي ومعالجوا كذا بعد أن أفق. قال له يا عمي أنا ما أقدر أبقى عندك، أنا مسيحي بعيد عن هذا الدين عن هذا المذهب وما أقدر أبقى عندك. قال له عمي إحنا نضيفك ونرحب بيك وأهلا وسهلا بيك. قال له والله أنا هم بعد تعبان مضروب مجروح أبقى عندكم. وفعلا بقوا أيام، وإذا بعيد الغدير أقبل على الناس هذا الشيخ، قال أنا وفلان وفلان أريد أروح، من يروح وياي للنجف؟ هذا المسيح قال له شيخنا أنا ما زاير علي وابن أبي طالب، بل كنت أخذوني وياكم. قال له ناخذك، وفعلا جابوه للنجف الأشرف، وبقوا أيام قريب عيد الغدير من عاشوراء. هذا الرجال الشيخ قال أنا أرد أروح إلى كربلاء، أبقى عشرة عاشوراء، اللي يحب يروح وياي، اللي يحب يرجع نعم الهل خلي يرجع. جماعة إجوا وياه، جماعة رجعوا. هذا المسيح قال له والله يا عمي أنا ما داخل كربلاء، يا ريت تأخذني وياكم إلى الحسين. هاي في زماننا مو بعيدة، 70-80 سنة القصة. على كل فإجوا وياهم إلى كربلاء وبقوا عشرة عاشوراء. اسمعوا يا من تنتمون للحسين يا شباب، الله الله بعقيدتكم بمذهبكم بولائكم للحسين، ثقوا بالله. أنا كثير مجالس أروح وأقعد وأسمع من الشباب، هذا اللي بايقين عقله وذاك اللي بايقين عقيدته وذاك اللي ضاحكين عليه وذاك اللي قال لي لفلان الإمام وذاك اللي كلامه هواي، والله كلها تغرق وكلها تنكسر، بس أبو علي سفينة تظل. على كل يا أخواني ليلة عاشوراء بقى ذاك المسيح خارج الصحن ما دخل، يقول أخذتني أخفى وإذ أرى نور انفلق من قبر الحسين ووقف عند رأسي، وإذا بذاك الشخص ينصب إليه كرسي رجل مهيب ينادي عباس علي حبيب قاسم فلان. يقول اجتمعوا وصاروا يقولون له سيدنا مولانا أبو عبد الله. نعم يا ابن الزهراء. قال سجل الزوار، سجل يا أبو فاضل. يقول صار يسجل أبو فاضل حبيبي سجل. قال له مولاي ما بقى حد، اللي بالطريق اللي ببيت اللي ناوي تو يجي اللي بالحرم خارج الحرم كلهم سجلناهم. التفت الحسين قال لا بعد واحد ما مسجلين دخيلك الليلة، سجلنا يا ابن الزهراء من المعزين. حبيب أو أبو فاضل قال من يا أبا عبد الله؟ قال هذا المسيحي. كأنما قالوا سيدنا مولانا هذا مسيحي. قال الحسين بلى أما نزل بساحتنا. اي مو هالليل احنا بمجلسك يا ابن الزهراء. بلى اما جلس بساحتنا يا واكل من سفرتنا يا
أمر الحسين أن يسجل من الزوايا يا غار، وإذا بذاك المسيح ينادي آمنت بك يا أبا عبد الله. آخ أنا وياك، آخ ضايع وحبك لقاني وبعد ما جزاك الله خير. ضايع وحبك لقاني وبعد ما اريد ان اضيع، صك علي بختم حبك عبيد والامرك مطيع، وانا واغلي وكل وجودي في دوليك ما طير رضيع. ابا عبد الله يا ابن الزهراء وبملي قارون والله يذكرك بالخير أحمد، أحمد اللامي، الله يرزق ذرية صالحة بحق الحسين، الله يرزق كل خدام الحسين ذرية صالحة طيبة، ما يردنا الحسين شيء مجرب يا أبا عبد الله. وأنا وأهلي وكل وجودي في دوليك ما طير رضيع، وبمل قارون والله يا ارماد جدرك ما بيع يا ابا عبد الله. حسين يا ابن الزهراء صرت مدمن على الاغات بحياتي، بحياتي صرت مدمن على الاغات بمنامي وشغلي وبيتي، واذا ما بجي فد يوم، واذا ما بجي فد يوم احس ان تختنق ريتي، مريض مهضوم حزين مكسور ومن نصيحة حسين ارد احس ترد لعافيتي، وينشدون الخلق مصارى ويعيروننا، بس والله لنا الشرف، والله لنا الشرف، انا افتخر يقولون هذا ابن عز وكفيلي بعضهم، ها هذا يقرا يقول زينب تقول عز وكفيلي، هذا شرف الدنيا والاخره يا ابا عبد الله. وينشدون الخلق شنطاك وقلهم سيد انطاني، نطاني الما قدر جبريل يملكه ولا ملك ثاني، نطاني بمجلس احضر دوم وكفاني باسمه سماني، فضل من عنده العاشور نوح ويخته خلاني، مات يملولك الفرض يا حسين، ما تيم وحق كبده كل منا ثلث، واويلا مزق كبده والسهم، مزق قلب السهم وحق قلبه كل منا ثلث، ما تيم الك بقلو او ابن منصوب، ما تيم ولا ذكرك يا ذبيح الغايا يا يا دام ذكرت قلب الحسين خل أقرأ هاي الأبيات ختام جزاكم الله خير. أي مولاتي تنقل تقول أنا طلعت من المخيم جيت الأخوي الحسين وصلت لبس بيا حال إخواني، انفرج الجيش صماطين وواحد يقول للثاني هاي زينب وأويلا وهضيمتها، ووصلت زينب إلى جسد المولى
أبيات يحبهن سيد الشهداء. واحد من الخدام يقول شفت سيد الشهداء قال تسلم على سيد فلان وتقول له يطلع من هالمرض اللي هو فيه مريض الله يشافي كل خدام الحسين. ها وأول منبر يصعد يقرأ هاي الأبيات يقول سألته قلت له مولاي شنو هاي الأبيات؟ قال لما اجت أخت زينب وقعدت يمي وصارت تقلب صاويبي وتقول سمعت يون وتقربت لي. ترى اكو شعر مو شعراء يكتبونه مجرد قلم يخلوه على الحبر. ثقوا يا اخواني يعني اداة كلام من الحسين من زينب من اهل البيت تقول تقربت لي تقربت لي سمعت يون وتقربت لي ولقيت الولي متوسد يدي ولقيت الف وتسعمية جرح بي ما هو جرح واحد وداوي وداوي وشد هذا يا هذا خلي محتارة زينب ودور يا جرح لحسين ماذي نادى نادى كل جرح بعضا يعوفي يا زينب بس جرح بقلب عينيك أعلي يا وبمعصبك يا اخت زين شدي عليك يا فج يا زينب لا تلجمي اخويا امنتك لك بيمناي بيمناي تقدر ترد للخيم وياي يقلها بهاي بهاي يا زينب ما اقدر بهاي وسهم الذي نابت بحشاي فرد بيت. اسمع من عدي ختام هدية الخدام الحسين الماضين اي والله اللي علمونا واورثونا هذا الرثاء رحمهم الله. فرد بيت ختام زينب عند الحسين تشكيله تقل اخويا هاجن 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 الحراير من لهيب النار هاجن ولعت جسمك يا ابو السجاد هاجن ويقل لك علينا الليل هاي الليل هاي الليل هاي الليل سوى الليل بقلب زينب حرمه ومسبيه وبيد اعداءه انذل ما خلق الله شمر وزجر وخول والطبقه اللعينه وزينب بنت الزهراء بنت علي مخدره ابا الفضل العباس عزيزه الحسين اسيره الله اكبر عن الدنيا العفا عادة تشكيله تقول له يا اخويا هاجن هاجن يا اخويا الحراير من اللي بالنار هاجن ولعد جسمك يا ابو السجاد هاجن يقل لك علينا الليل هاجن وتدرع داك ما بيها يا حسين أما ترى شمر الخنا استعدوا للعزاء جزاكم الله خير.